السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. جانبي امرأة وبدأنا نتجاذب أطراف الحديث حتى موعد إقلاع الرحلة. سألتني بكل غرابة: كيف تحبون وأنتم تغطون وجوهكم ولا تنظرون حتى إلى الرجال إعجابا ولا تصاحبون ولا تتعرفون إلى بعض؟ يا سيدتي، كل يوم أصحو وأنا أحمل هنا هدفا وهنا حلما، وأسعى لأن يكون كل شيء حولي جميل. أصنع ابتسامة أمي وأحقق فخر أبي وأراقص الحياة وأرمي خلفي ما لا يروق لي وأشرب قهوتي بكامل شغفي حبا وجمالا وحرية. لا أجرح أحدا ولا أهتم لمن جرحني، فهل أحتاج أن أمعن النظر إلى وجوه الرجال كي أبدو امرأة طبيعية وأعيش الحب؟ الحب يستوطنني تجاه كل ما يعنيني. الحب حالة نعيشها كل يوم إذا أردنا. وإذا كان الحب في شريعتكم هو الشهوة فهو في ديني حرام ومضيعة للوقت، وأنا أحب وقتي جدا. لك الحياة كما تريدينها ولي الحياة كما يريدها خالقها وكما أريدها.